بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. كتب ذلك المجذوب وهو في رده على الإمام البوطي، وهو يريد أن يحدد ملامحه، قال: ويمكن إجمالها فيما يلي. بدأ أولا بما سماه العاطفة الدينية الجياشة المتقدة، ولن يخطئ البصر تلك الحرقة التي نلمسها في كلماته على ما آل إليه وضع الإسلام، وذلك التفجع الحزين على حال المسلمين، وتلك العبارات اللاهبة التي تعبر عن الشوق العارم للمحبوب الأزلي جل وعلا ولرسوله العظيم الكريم. طبعا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الرجل موضوعي، لا يحب يعني أن يتكلم بطريقة كما يتكلم المشايخ، صلى الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلك المناشدات التي يختتم بها بعض كتبه، فيرجو من قارئه الكريم ألا ينساه من صالح دعواته في هدأة الليل وجوف السحر. وسوف نجد في جميع كتبه تلك الدعوات المركزة للالتزام بالعبادة وعدم التشاغل عنها لأي سبب من الأسباب، بما فيها أسباب الدعوة الإسلامية نفسها. وسنلحظ ترنمه الدائم بالعبودية لله تعالى، فهي غاية ما يمكن أن يتحقق به المرء وغاية ما يصبو إليه الإنسان، وتتجلى هذه السمة في كتبه ومحاضراته ودروسه بحرارة الكلمة وغزارة الدمعة وصدق اللهجة، فتحدث الأثر الأكبر في نفوس قرائه ومحبيه، وتدفعهم لتلقي جميع كلماته بغاية الشوق والتسليم. ماذا يرمي هذا المجذوب؟ كما ستلاحظون من كلامه الذي سيأتي بعد ذلك، يرمي إلى أن الشيخ البوطي عبارة عن شخصية عاطفية، والعبادة طبعا العبادة عند هذا الفريق من الناس يعني شيء يعني عادي. العبادة يا أخي هي أن تكون في المصنع، أن تكون العبادة في صناعة العلوم. العبادة يا أخي لغض، ليس فقط مساجد وصلوات وأشياء وكذا. طبعا هذا كلام يعني باقي الأشياء يمكن أن تكون عبادة بالنية، صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى الخالق قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخالق سبحانه وتعالى، ما أعجبكم أنتم أحرار. فالشيخ البوطي وغير الشيخ البوطي وكل علماء الإسلام إذا ما كتبوا الفقه سيقدمون العبادات، لأن الإنسان خلقه الله من أجلها. وهؤلاء جميعا يسقط الإنسان عندهم مهما كانت درجته إذا لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى متقيا له. إذا ما روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن عدلا، يعني لم يكن صالحا عابدا لله سبحانه وتعالى، سيرد حديثه لأنه فاسق. هذا الأمر مستحضر. الفاتحة، فاتحة الكتاب الكريم الذي نقرأها في كل صلاة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. خلقنا لهذا الله سبحانه وتعالى. تركت أوروبا العبادة فتحضرت، يعني التحضر عندك إذا كان تريد يعني التحضر المادي، بحيث قدمت خدمات وقدمت لنا موبايل وقدمت لنا طائرة نركب بها وكذا، والله هذا شيء جميل ولكنه خدمي. حضارة أوروبا الآن بدون العبادة، أنت ترى ما فعلت أوروبا المتحضرة بفلسطين وقد سلمتها لأولئك الصهاينة، وهي ترى الإبادة الجماعية وتغض طرفها عن ذلك. هذه أوروبا متحضرة، بل تمد الصهاينة بالسلاح الذي يقتل أرضه. هكذا سيكون التحضر بدون الإبادة. نعم يا أخي، ليس الشيخ البوطي وحده، بل كلنا ذلك الرجل. قصدنا الأكبر إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولن نرضي الله سبحانه وتعالى إلا أن نكون عبادا له خالصين في المحيا لننجو بعد الممات. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يصلي عليه هذا المسكين،
في أعلى درجات قربه من ربه كان عبدا لله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الشوق لله القديم المحبوب، والله يا أخي هذا من حسنات الشيخ البوطي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، لكنه ما كان يستخدم هذا من أجل أن يخدع الحاضرين وأن يقنع الناس بالقضايا العلمية البرهانية التي يتكلم فيها، ولكن هذا الإسلام، إسلام وإيمان وإحسان، إسلام صلاة وعبادات وصيام إلى آخره وكذا وحج وكذا، وإيمان القضايا المعرفية، معرفة الله سبحانه ومعرفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه بالأدلة العلمية اليقينية التي كتب فيها الشيخ البوطي ورد على المخالفين. وبالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل يعاب الشيخ البوطي بأنه حاضر الدمعة وهو يتحدث عن الله رب العالمين وعن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يعاب الإنسان بهذا؟ هذه هي النتيجة، هذه نتيجة المسخ الذي أصاب القلوب حينما يعاب الإنسان بأجمل ما لديه. لا، ما كان يستخدم هذا من أجل أن يخدع الناس، بل كان ساجدا راكعا لله تعالى في محراب العبودية له سبحانه وتعالى. وأسوتنا في هذا حينما نكون في مؤتمرات وفي ندوات ولقاءات ويجتمع الناس إلينا ونحن الخطاؤون المذنبون الذين نرتكب، نحن من يرتكب المعاصي والمخالفات، والله سبحانه وتعالى قد شهرنا بأحسن ما عندنا وأخفى عن الناس أقبح ما عندنا. والله هذا آخر كلمة قالها لي الشيخ البوطي، سبحان الله، لعل الله سبحانه وتعالى جمعني به هذا اللقاء لأتكلم دفاعا عن ولي من أوليائه في هذا المقام، وأنا أودعه عند بيته، وهذه آخر زيارة. قال لي: من جميل صنع الله بنا أن أشهر المليح ونماه مع قلته، وأخفى القبيح وستره عن أعين الناس مع كثرته. فنحن حينما نستحضر هذه الأشياء ونرى إقبال الناس علينا ونحن الخطاؤون المذنبون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، هذا ألا يستوجب حضور الدمع؟ رأيته رحمه الله ورضي الله عنه وهو يتحدث بالحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيجتمع أهل إليه أهل النار ويقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وأقع فيه. وهو يبكي ويتحدث عن نفسه، يقول: هذا مثلي. وحينما يتكلم بهذه الطريقة، هذه دمعته الحاضرة من خشية الله رب العالمين، لأنه من العلماء، والله سبحانه يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية لله رب العالمين. ما كان يستخدم هذه الدمعة ليخدع بها، هذه طريقتكم الساذجة الغبية الخائبة في الحديث عن أهل الذكر. الحمد لله الذي عافانا من ابتلاكم. فحينما يعاب الإنسان بأجمل ما فيه، فماذا بقي بعد ذلك؟ واحد من هؤلاء من هذا الصنف، ليس هذا الأخ، واحد آخر، يكتب وهو يتحدث عن الشيخ البوطي، يعني يتكلم عن عيوبه، أنه استأذن والده حينما كان في محاضرة في جامعة اللاذقية أو في غيرها، ووالده قال له: تأتي. ما سمح له أن يحضر المؤتمر أو الندوة أو الشيء من هذا، فرأى عيبا، يعني إذا كان
هم كما يقول المصريون عابوا الورد فقالوا يا أحمر الخدين حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.